السيدة أخويا أنا جارته وعرفني أنا كنخدم في الديور، عرفني أنا يا زعما أنا مكبرة وليداتي يعني غير من الديور، يعني كنترزق عليهم الله. عندي 4 ديال الوليدات، الكبير كاع عنده 12 عام، والصغير كاع راه عنده دابا عنده 5 سنين. تصور أخويا هاد السيد هذا اللي تعدى عليا قال لي أنت كتخدمي في الديور كتخدمي، أجي عافاكي نقي ليا شوية الحانوت ونخلصك. فاش مشيت اخويا نقي ليه حانوت وقلت له واخا معايا اش غادي نجي عندك، قلت له واش نجي دابا نبدا دابا، حيت انا شاده عليه الدار شاده على الدار، قلت له واش نبدا دابا نجيب زعما دوك الماتيريال باش كنخدم السطول والشطابه وداكشي باش نسيق لك. قال لي لا خلي تنبغي نجمع، قلت له معايا اش غادي نجمع؟ قال لي انا غادي، قال لي ما بين المغرب والعشاء فاش نكون كندخل نسيقو، قال لي نضربو تسيقه وعاد ندخل السلعه اللي كنخرج كامله على برا. قلت له واخا، قلت له انت فغي فاش تكون ساليتي واجي عندي، ولا دق علينا عيط لي غير على ولدي وانا نهبط عندك. قال لي صافي. فاش قرب داكشي نيت فاش قرب يسالي انا محتاجه، انا فهمتيني انا محتاجه الفلوس، انا اصلا كنتسناه وقتاش غير يعيط لي غير باش نجمع ليه وداكشي غير باش نجيب لولادي ما ياكلوا. فاش اخويا هو شو انا كيجمع ديك الساعات نيت عيط عليا قال لي سهام هبطي عافاك باش تعاونيني. قلت له واخا، درت علي لبست بيجامتي زعما هكا طويله عليا ودرت الزاره وصافي هبطت الماتيريال وهبطت عنده. قال لي اجي نسيقو. فعلا داك الشيء شطبناه سالينا، كندخلو انا وياه كنعاونو في الكراج باش نسدوه، حنايا سدينا الكراج هو يدفعني بحال هكا هو يضربني بواحد جوج ترفيقات، دخلت تحت اخويا هكا في القنت تحت وما عقلتش على راسي. المهم غيبت واحد ما نعرف زعما ما نحدد ليك واش ربع ساعه ولا ما عرفتش ولا جوج دقائق ولا هكا. فاش حليت عيني في وجهه لقيتو قطع عليا حوايجي، قطع عليا سروالي، قطع عليا المهم شنو دار فيا خويا الله اعلم. فهمتيني يعني انا شنو دار فيا ديك الوقيته اللي انا كنت فيها يعني غايبه انا ما عرفتش. ولكن فاش فقت كنقول دفعتو بحال هكا كنقول ليه بعد عليا بو عزاز، قول ليه شهادشي كدير يعني صدمني بحال صدمني انا في ديك الوقيته تصدمت. قلت له بعد عليا، قال لي انا راه مشهيك من شحال هادي وانا باغيك. قال لي وانا واخا انت مجوجه قال لي ما يخصك حتى شي خير معايا. قال لي اللي بغيتها اللي حليتي عليها فمك. قال لي سلعه الحانوت نعطيها لك، الفلوس نعطيهم لك، اللي بغيتيها نعطيها لك. قلت له بحال هكا، قلت له بعد عليا كي دفعتو حليت الباب خرجت. خرجت كنبكي بحال هكا وكنشوف الجيران شي واحد كيشوف فيا، واش انا تقريبا راني عريانه كامله حيت مادام بيجامتي مقطعه عليا كامله راني عريانه كامله، ما توقعتش راسي غادي نخرج اخويا في ديك الحاله. فاش طلعت اخويا لداري طلعت حدا ولادي وطلعت نيشان، دخلت للطواليت بديت كنخوي عليا الماء وكنغسل، كنجبد جابيل كنحك به حالتي، كنجبد تيت كنغسل به، ما كرهتش كون حيدت حوايجي زعما نحيد اللحمي نحيدو غير باش حيت قاسني واحد اخر ما استوعبتهاش اخويا. ورجلي ما كانش ديك الساعه كان هو في بركان، مشى باش قال لي ندبر على راسي تما المارشي دابا هنايا عيان نمشي للبركان نخدم شويه. قال لي غير بينا ما يقرب هكا زعما يقرب الدخول للمدرسه ونجي. داكشي اللي دار اخويا واستغل الظروف ديالي واستغل الراجل اللي ما كاينش وتعدى عليا. وفاش اخويا جلست في الدار ما كاينش ما عايشش معايا لا الوالده لا حتى شي حدا، عايشه غير انا وولادي، ما عرفتش شكون غادي نقدر نصرحو بهذا الشيء باش ينصحني. خفت نقول الناس يبقاو يضحكوا عليا ولا يبقاو يهضروا عليا. انا كنت متسري وبقيت تقريبا شي سيمانه اخويا وانا فحال يرتلا كنفكر في الانتحار، كنفكر في لدرجه اخويا انا بصح شربت السموة حق الله العظيم، شربت السموة بطلت السويطر. فاش بطلت السويطر قالوا لي واش علاش شربتي السم؟ قلت لهم غير ما عرفتوش واش شربتو. فهمتيني ما بغيتش نقول لهم راني بغيت ننتحر، علاش؟ حيت خفت لي شدوني زعما ويخلي ولادي هكا مشتين على برا، شو عقلي انا شنو قال لي. فاش رجعت اخويا من السبيطار عطاوني شي دواء تما شربت وغسلت المعده ديالي وطلعت، طلعت في حالتي للدار هبط عندو. المهم فاش حل هو انا سيمانه تقريبا ما كنشوفش كمارتو داك النهار اللي انتحرت فيه. فاش رجعت دزت عند الحانوت قلت له شوف انا والله تا غنتقم منك، انا راه غادي نقولها للبوليس والله تا غدوز الحبس والله تا دير والله تا تدفع. قال لي شوفي جري طوالك، انا اش درت لك؟ انا اصلا قلب عليا وجا بحال ما دار لي حتى شي حاجه. قال لي سيري اشري. قال لي سيري ضحكي على شي حد اخر ما تضحكيش عليا. انا طلعت في حالتي وكنقول لمن غنقولها لمن نقولها. عيط الوالده ديالي جات قلت ليها امي انا اش وقع ليا اش وقع ليا. قالت لي يا امي ايوا لا قلتيها؟ قالت لي لا قلتيها، الراجلك راه غير طيح الروح اولادك شرتيهم وهذا صافي سكتي.
انا سكت، انا جد فيا ما لقيت كيفاش ندير، بعيت ما نصبر صافي وانا نمشي للبوليس، قلت اللي بغى يوقع يوقع، علاش انا غادي نسكت؟ انا ضحيه دابا، انا بقيت بحال هكا، انا ضحيه غادي نبقى بحال هكا؟ وانت حركة دور ليا في راسي كل خطره، راه نقدر نخلي ولادي الا ما خدوا ليش البوليس حق ديك الساعه ندير اللي بغيت في صحتي ولا فاش ما بغيت. مشيت اخويا عند البوليس، قالوا لي البوليس واخا غادي نتسنطوا ليه، كنتسنى البوليس دابا يتسنطوا ليه، دابا يتسنطوا ليه، هو كيتمشى حر عليا وانا يم وانا معذبه ومحطمه نفسيا. والله اخويا لا عرفتي راه الماكله ما كناكلهاش، كنقول دابا البوليس يطلع عنده، دابا البوليس يطلع عنده، انا ما كنعممش زعما ما كنقولش كاع البوليس، ولكن هنا في خميسات عندنا البعض في البوليس اللي الله يهديهم والله يغفر لهم والله يسمح لهم، راهم مع ديما مع الجهه اللي غالبه، اللي عنده المال كيمشيو معاه، اللي ما عندوش المال ما كيمشيوش معاه. انا غنقولها خويا هاد الهضره حنا محمد السادس وحق الله العظيم الا غنقولها حدا حيت انت سمعتي انه قلتي انه سمعتي هو قال لي انا راه عندي الفلوس، قال لي انا عندي نفوذ ما ندوز حتى نهار في الكوميساريه، داك الشيء اللي قال هو هو اللي لقيت، يعني دابا راه غدا انا لشهرين وانا ما تخداش ليا حقي، والملف حطوه في التحفيظ ولا ما عرفت كيفاش داروا ليه، ما عرفت شنو 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 داروا فيه، فاش داروا ليا المحضر وداروا ليه هو محضر، انا ما سنيتش عليه ما قريتوش اخويا، ما شفتوش اصلا شنو فيه. درت واحد درت محضر عند الخاليه في المحكمه، درت اخويا محضر في الخاليه في المحكمه، حضرت هذاك شفتو قراتو عليا واحد السيده تما في الخاليه عندنا هنا في محكمه الخميسات، شفتو شنو فيه داكشي اللي قلت هو اللي مكتوب وسنيت فيه، قالوا لي صافي غادي تعاودي ديري محضر عندهم. فاش مشيت للكوميساريه ديالنا حنايا تصنتوا عليا وهذا وتصنتوا عليه هو، وصيفطوا الملف ديالي، صيفطوا المحضر ديالي، قالوا لي السينا في الرباط، انا ما عرفتش شنو داروا فيه كاع. فاش كنقول لهم انا راه عندي الشهود، قالوا لي في الاول قالوا لي واش عندك شي شهود جيبيهم، قلت لهم اي راه عندي الشهود، عندي واحد السيده كانت بولادها ديزا في الوقيته اللي انا خارجه من عندهم الكراج وحوايجي مقطعين، عندي الشهاده، قالوا لي صافي سيري جيبيها. فاش مشيت جبتها وجيت قالوا لي صافي دابا سالينا، راه سال المحضر ديالك دابا صافي، راه مشى للسيناف، قالوا لي حتى يرجع ديري ليه واحد ثلاثه سيمانات ولا اربعه وعاد رجع عاوتاني سولي عليه. فاش مشيت نجيب السعاده قالوا لي صافي، قالوا لي المحضر ديالك راه صافي، راه صيفطناه للسيناف، ما عرفتش عنده انا هي قبل كاع ما نمشي للخاليه، قلت له انا راه غادي نمشي نديكلاري بيك، شنو دار هو؟ فاش قلت له انا راه نمشي نديكلاري بيك، دابا انا غلطت فاش قلت له انا انت راه غنديكلاري بيك والله حتى غتمشي للحبله، فيقته شنو دار؟ صدق هو مشى سبقني للكوميساريه ودار ديكلاراسيون براجلي بلي هاد السيده دار راجلي، راه هاد الراجل هذا راه حل لي الحانوت ودا لي 4 مليون من الحانوت، واخا ما عندك كاميرات في الحانوت، ما عندك حتى شي حاجه في الحانوت اللي غادي تثبت هذا الشيء زعما باللي انت اتهمتيه. قال لي اصلا راجلك راه فايت مدوز الحبس، يعني الا قلت انا هاد الهضره بالزربه غادي تثبت عليها، انا راه ما عمري ما دوزت الحبس، فهمتي اخويا؟ راجلي دوز الحبس تقريبا في 2017 ظلما، من 2017 لهنا ما عمر ما شفت اخويا، الا كان تيجيب شي واحد من على برا ما عرفتش، زعما الا كان تيجيب من هكا من البعيد ما عرفتش. انا هنايا استغلني فهمتي، استغل الفقر ديالي واستغل الضعف ديالي واستغل راجلي ما كاينش، داكشي علاش مارس عليا هاد الوحشيه ديالو، لا حسبي الله ونعم الوكيل، انا ما سمعليش رغدة امام الله، وانا بغيت القانون ينصفني وبغيت حقي يتخاد، وبغيت السي الحموجي ياخذ لي حقي، وراني كتبت ليه شكايه وكنتسنى دابا غير حقي يبان. اما هنا في خميسه اخويا كاينين البعض، انا ما كنعممش البوليس، ما كنعممش شكون اللي زعما شكون اللي راه كاينين، حتى انا كاينين ولاد الناس وهذا، ولكن كاينين وكاينين، فين ما مشيتي كاينين البعض هنا في البوليس اللي الا عطيتي الفلوس ياخذوا لك حقك، ما عطيتيش الفلوس ما ياخذوا لكش حقك، وكاينين عاوتاني اللي زعما كينصفوا. انا ما تعرف انا قصت واقيلا الجهه اللي غلطه، مشيت لهم صيفطوني للكوميساريه الكبيره، هما عاوتاني هنايا في هاد الدائره ديالنا حنايا، مشيت درت به شكايه، قالوا لي هاد السيده باش غنعرف انا بلي هو شاكي براجلي، قالوا لي اش هاد السيد اللي شكيتي به انتيا راه هو اصلا راه شاكي براجلك، الا هو حيت انا هددته مشيت باش نديكلاري لقيته هو سبقني وديكلارا، فهمتي شنو دار ليا؟ وانا راه تعدى عليا قبل ما يمشي هو كاع ديكلاري، يعني راه غدا 15 يوم باش انا تعرضت للاعتداء، وبقيت انا كتما ما قدرتش نقولها، ما قدرتش نقولها لراجلي باش ما يقدرش زعما يقتل ولاد، داك الشيء اللي خفت منه انا طحت فيه، فهمتي؟ خفت نطيح في شي مشكل كبير، صدقت اخويا انا صدقت ضحيه ديال هذا الشيء كله. ما مشيتش اخويا للطبيب، من غير مشيت للطبيب فاش مشيت فاش شربت السم هنايا صافي فكرت باش ننتحر،
خفت اخويا ما لقيتش اللي غادي يقول لي زعما شنو ديري، وغير انا ولادي، غير انا ولادي تي بربعه وكل شيء صغير. ما تلفت والله العظيم الا تلفت ما لقيتش كيفاش ما لقيت زعما حشمت حدا. دابا حنا في واحد المجتمع الا قلت لهم راه تعدى عليا السيد غادي يضحكوا فيك، ما فهمتيني، ماشي غادي تبقي فيهم، غادي يضحكوا فيك يبقاو يقولوا ديما هذيك السيده راه هي اللي تكربت عليها فلان، وهي اللي ولادي خفت عليهم ما مشيتش اخويا بخاطري. مش على اساس باش نخدم، مش على اساس باش نخدم وناخذ فلوسي حلال ونرجع، ما مشيتش انا باش زعما باش شي حاجه خايبه، ما مشيتش باش نفسد مع هاد السيد هذا. انا اللي قلتها ليه حتى دازت مده، راجلي فاش قلتها ليه قال لي انا غادي نقدر نقتلو. قال لي شكون غادي يقدر يسمح في الشرف، وقال لي نقدر نقتلو انا. ومشيت كنجري عند البوليس وقلت لهم راه راجلي راه جاي من بركان اليوم راه غادي يقدر يقتلو، ديروا شي حاجه. قالوا لي لا غسيل راه ما عنده ما يدير. والله اخويا جد علي الله، قالوا لي غسيل سير راه ما عنده ما يدير. هما باش عرفوا راجلي ما عنده ما يدير، باش عرفوا ما عنده ما يدير. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصيه الجرس باش يوصلكم كل جديد. ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.